بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعداد إن شاء الله النهاردة لسون 5-6 أو الدرس الخامس والسادس من يونت 8، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للكاب ocean ocean يعني محيط، ocean يعني محيط، rainforest rainforest يعني غابة استوائية أو غابة مطيرة، rainforest rainforest، wetland wetland يعني مستنقع أو منطقة رطبة، wetland، harvest harvest يعني أعشاب، harvest، health health يعني صحة، health، seagrass seagrass يعني عشب البحر، sea يعني بحر، وجراس يعني عشب، يبقى سي جراس على بعضها عشب البحر. واشنج اب يعني غسيل الاطباق، واشنج اب، ودايما بيجي معاها الفعل دو، ودو واشنج اب يعني يقوم بغسيل الاطباق، دو واشنج اب. كورال ريف، كورال ريف يعني شعاب مرجانية، كورال ريف. سبيتش، سبيتش يعني خطيب، خطاب او حديث يعني يلقي خطاب، اسمها جيف ا سبيتش، جيف ا سبيتش، give a speech يعني يلقي خطاب أو يلقي خطبة، give a speech يبقى speech خطاب أو حديث. again ocean ocean، rainforest rainforest، wetland wetland، harvest harvest، health health، ocean seagrass seagrass، washing up washing up، coral reef coral reef، speech speech or give a speech. بالنسبة لباقي الفوكاب lesson 5 conclude 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 يعني يختتم، conclude، reuse يعيد استعمال أو يعيد استخدام، يستخدم use، re احنا عارفين re معناها again، يبقى يعيد استخدام أو يعيد استعمال. everyone everyone يعني كل شخص، introduce introduce يعني يقدم، invite invite يعني يدعو، transport transport يعني النقل أو المواصلات، transport، tips tips يعني نصائح، tips، conclusion conclusion يعني خاتمة، conclusion، spider plantis spider plantis النباتات المتسلقة، spider plantis نباتات متسلقة، present present يقدم أو يعرض، present، solution يعني حل، جاء من الفعل solve يحل، solution اللي هو الحل نفسه، يبقى الverb solve والنون solution، solve يحل، solution الحل، subject يعني موضوع، subject اللي هو موضوع أو الفاعل. بالنسبة لباقي الفوكاب along along يعني على امتداد، طبعا ده ظرف زمني along، لكن لو a وعملنا فاصل كده ما منها وبين جي، along معناه طويل، الصفة along dress يعني فستانها طويل، لكن هنا along يعني على امتداد. colorful يعني زاهي الألوان، جاء من color color colorful. reason يعني سبب، بتسويها في المعنى كلمة mean cause cause أو reason يعني سبب، يبقى cause يعني سبب وreason يعني سبب. contrast يعني تناقض، contrast. however however يعني مع ذلك، however، including طبعا بما في ذلك، preposition حرف جر، including متضمنا أو مشتملا. temperature يعني درجة الحرارة، temperature temperature يعني درجة الحرارة، temperature. pickers pickers يعني مخبز، bakers، إنما بيكر فقط اللي هو الخباز، البيرسون نفسه بيكر، أما بيكرز لو ضفنا الأبوستروف إس بنجيب منها البليس المكان، وكلمة طبعا هنا بيكر بيكر يعني خباز، بيكرز مخبز، بتساوي في المعنى بيكري بيكري يعني مخبز بيكري. بالنسبة للوكاب معانا تايم يعني مرة، طبعا مرة يبقى هنا بتنجمع مرة تايم و تايمز مرات، ولكن uncountable لو معناها وقت أو زمن، have much time to do يعني وقت أكتر يعمل شيء، يبقى تايم مرة وجمعها تايمز مرات، أما تايم وقت لا تجمع uncountable. cost يعني ساحل، cost، diver diver غواص، reminded reminded يعني يذكر، habitat يعني موطن أو سكن أو بيئة، factual يعني حقيقي أو واقعي.
Well, section يعني جزء أو قسم section UK اللي هي United Kingdom United Kingdom اللي هي المملكة المتحدة United Kingdom. بالنسبة لتصرفات الأفعال leave left left يغادر leave left left smell smelled smelt smell smelt smelt طبعا smell يعني شم برضو ممكن يبقى منتظم smell smelled يعني ممكن منتظم أو شاذ smelled smelled أيضا يبقى smell smelled smelt أو smell smelled smelt يعني ممكن الفعل ده يبقى منتظم أو شاذ smell smelled smelt أو smell smelled smelt buy bought bought يشتري buy grow grow grown grow grow grown known you known known you known يرتدي wear wear worn wear wear worn يركب أو يمتطي ride road ridden ride road ridden يعني يركب أو يمتطي. بالنسبة لل calculations make a speech أو give a speech make a speech أو give a speech make sure يعني يتأكد من شيء make sure. بالنسبة لجزء listening الاستماع listen on lesson 5 student book page 19 عندنا جزء الاستماع زياد بالنسبة عندنا ل listening زياد today I am going to talk about what we can do to help the environment. I'd like to start by saying that we should all use less energy. طبعا I'm going to talk هتكلم about what we can do ماذا يجب أن نفعل أو نستطيع أن نفعل to help the environment. لمسالة البيئة I'd like to start by saying هبدأ بالقول that we should all use less energy نستخدم طاقة أقل. For example على سبيل المثال turn off the TV يعني اطفي TV and computer at night والكمبيوتر في الليل. Remember to turn off the lights remember to turn off the lights تذكر اطفاء المصابيح when you leave a room وانت بتترك الحجرة. And we should all use stars we should all use stairs we should all use stairs نستخدم السلالم and not the lift وليس the lift اللي هو المصعد الكهربي. This saves energy and keeps us fit and healthy. This saves energy ده بيوفر الطاقة and keeps us fit and healthy وده بيحافظ علينا لائق صحيا وhealthy يعني في أمان. In the next part of my speech في حديث التالي I'd like to talk about water هكلم عن المية. We need to save water محتاجين نوفر المية. So please turn off the tap اطفي أو اغلق الصنبور when you brush your teeth وانت بتغسل أسنانك بالفرشاة. And when you water your plants وانت بتروي نباتاتك use your washing up water استخدم your washing up water اللي هي غسالة الأطباق. And please stop buying water in plastic bottles stop توقف عن buying water يعني بيع المياه in plastic bottles في زجاجات بلاستيك. Buy a glass water زجاجة أو زجاجة من الزجاج that you can use again تستخدمها مرة أخرى. This saves plastic waste ده بيوفر اللي هو نفاية البلاستيك. And it's really important to recycle as much as possible يعني مهم ان انت تعيد تدوير اكثر شيء ممكن. Recycle your plastic يعني عيد تدوير البلاستيك glass الزجاج and paper الورق at home في المنزل. And why not start a recycling project at school ولما تبدأش عملية مشروع إعادة تدوير في المدرسة. I'd like to finish my saying we can all help the environment كلنا ممكن نساعد ال environment. We need to understand that the environment is our home لابد نفهم إن ال environment دي is our home منزلنا أو موطننا. And it's important that we respect it ولابد إن احنا respect it نحترمها. بالنسبة لل reading today I'm going to talk about plants in the house نباتات المنزل. Not everyone has them مش كل واحد عنده. But I think you should I'd like to start by saying that plants are very good for our health النباتات مفيدة جدا لصحتنا. To begin with عشان نبدأ plants breathe out
أكسجين. النباتات بتمتص الأكسجين أو النباتات بريث أوت يعني بتخرج الأكسجين which is a gas يعني عبارة عن غاز that we need to breathe محتاجين نتنفسه. Also plants often absorb pollution يعني بتمتص التلوث in the air في الهواء making it cleaner for us وتجعله نظيف بالنسبة لنا. In the next part of my speech في حديث التالي I'd like to talk about where to put your plants أين تضع نباتاتك. Some plants smell nice بعدها لي رائحة لطيفة so I put these in my balcony بضعها في البلكونة. And you can eat the leaves of plants called herbs ممكن تأكل أوراقها كنوع من الأعشاب. So put these in your kitchen ضعها في المطبخ. Spider plants النباتات اللي هي المتداخلة look attractive يبدو ان هي جذابة so I put them in an open place بوضعها في مكان مفتوح like the living room زي حجرة الجلوس. I'd like to finish my saying that it's best to choose plants that grow naturally in Egypt نختار نباتات بتنمو طبيعيا في مصر. They will look better in your house تبدو أفضل في منزلك since they will look familiar يعني مألوفة. Plants that grow naturally يعني تنمو بطريقة طبيعية in Egypt are easier to take care of يعني نعتني بها أفضل. Seagrass يعني العشب البحري. Seagrass is found in the sea يعني بيوجد في البحر along the coast على امتداد الساحل of many countries في الدول أو في كثير من الدول. It's food for many sea animals طعام لكثير من الحيوانات البحرية including turtles متضمنة اللي هي turtles اللي هي السلاحف baby fish and sea animals السمك الصغير الصغير and sea animals وإن الحيوانات البحرية live in seagrass بتتغذى على seagrass because it's a safe place لأنه safe place مكان آمن. Seagrass helps keep the sea healthy and it can help stop climate change ده يمنع اللي هو الاحتباس الحراري. This is because seagrass لأن seagrass ده اللي هو العشب البحري absorbs 10% of the ocean's carbon dioxide every year يعني بيمتص 10% من ثاني أكسيد الكربون في البحار سنويا. Seagrass absorbs carbon dioxide 35 times faster than rainforests يعني أكتر من rainforests اللي هي الغابات ب 35 مرة. That's why seagrass can help stop climate change وده بيساعد السيجراس إن يمنع اللي هو عملية الاحتباس الحراري. About 90% of all seagrass has disappeared يعني حوالي 90% منها اختفى from the UK's coast in the last 100 years وده طبعا اختفى في الولايات أو المملكة المتحدة أو الساحل المملكة المتحدة من 100 عام ماضية. However, there is an environmental project in the UK يعني مشروع بيئي في المملكة المتحدة that's growing in seagrass لزراعة seagrass يعني العشب البحري مرة أخرى. When the plants are big لما النباتات بتكبر enough divers will plant them يعني بيزرعوها along the coast على امتداد الساحل. The plant will still be quite small يعني ما زالت صغيرة nevertheless nevertheless وعلى الإطلاق they will grow into 20,000 square meters of seagrass يعني حوالي 20,000 متر مكعب من السيجراس بينمو بعد زراعتها. How to protect our planet كيف نحمي كوكبنا. علينا ride your bike تركب دراجتك help stop air pollution ride your bike don't buy plastic ما نشتريش بلاستيك طبعا. هنا save energy نوفر الكهرباء قالك volunteer اللي هو التطوع ان احنا نتطوع save water نوفر المية recycle اعادة تدوير للاشياء plant a tree يعني زراعة شجرة. عندنا الفعل start begin ممكن يجي وراه to plus infinitive او الverb plus ing finish بيجي معه ing فقط ولكن مع حرف الجر باي بيجي معهم ing سواء start او begin او finish. I'd like to start by saying hello I'd like to finish by saying life
isn't easy. I'd like to begin by studying math. Listen. Help plus infinitive بيجي مع infinitive مصدر الفعل أو two plus infinitive يعني الاثنين عندنا صح. لأما two plus infinitive لأما عندنا الانفينيتيف. seagrass helps keep the sea healthy أو ممكن أقول to keep the sea healthy يعني ممكن أجيب الانفينيتيف أو two plus infinitive to keep يجوز مع help الحالتين. That's why بتساوي so وبتعبر عن النتيجة. That's why Shadi was ill. That's why لذلك أو لهذا السبب. He was absent yesterday. كان غائب أمس. Nevertheless ومع ذلك بتساوي عندنا however. Nevertheless بتساوي however. Selma was tired. Nevertheless ومع ذلك she kept on working. بتستمر في العمل. بالنسبة important expressions and prepositions عندنا give reasons for to. Give reasons to طبعا تو هينجي مع الانفينيتيف. فوث 90% of حوالي 90% to cap out يتحدث عن to conclude الخلاصة. walk down the road يسير على الطريق. at the end في النهاية. world wetland day world wetland day يعني اليوم العالمي للأراضي الرطبة. white world wetland day do dangerous for do be dangerous يعني يكون خطر. In the last 100 years to begin with يبدأ ب careful of أو careful about save energy يوفر الطاقة save energy save water يعني يوفر الطاقة يبقى save water or save energy يعني يوفر الطاقة أو يوفر اللي هو المياه. Some species have a strong smell like mint زي النعناع. طبعا some herbs اللي هي طبعا الأعشاب. يبقى some herbs have a strong smell like mint. Mint اللي هو النعناع. This is a safe place for many sea animals يعني مكان آمن للsea animals الحيوانات البحرية. طبعا مكان اللي هو قلنا مين sea طبعا اللي هو sea grass. Today I'm going to give a speech هعطي خطبة about protecting our planet. Mom cooks the food and I do the washing up وأنا قمت بغسيل الأطباق. Washing up. Sea grass is found in the sea along the طبعا اللي along the coast يعني على امتداد الساحل. You can see all kinds of colorful fish at coral reefs طبعا هنا colorful يعني زي الألوان. Coral reefs don't like changes in space. That's why climate change can kill them. ممكن يتم طبعا هنا temperature اللي هو في درجة الحرارة temperature. You will get very space if you go running every day. طبعا you will get very healthy. Healthy يعني تصبح بصحة جيدة. We decided to start a recycle project with base plastic. طبعا هنا to reuse يعني يعيد استخدام. Trees in the space absorb a lot of carbon dioxide. طبعا هنا trees in the rainforest في rainforests اللي هي الغابات بتمتص الكثير من ثاني أكسيد الكربون. Rainforests. It's dangerous to swim in the ocean when it's cold or cold. Cold يعني باردة. طبعا باردة بس بارد قليلا فطبعا لا. أو windy يعني عاصف. لم يكون الجو عاصف طبعا ده خطر ان انت تسبح. The teacher started his speech طبعا start his speech by قلنا start by ing. My older brother helped teach طبعا هنا help مصدر او تقول مصدر. She is old. She is fit and active. Nevertheless ومع ذلك هي طبعا active and fit يعني نشيطة ولائقة. About 90% يعني حوالي 90%. Give me a reason for طبعا هنا for making. Give me a reason for لكن لو to هنجيب معاها المصدر يبقى give me a reason for making. Reason بيجي مع حرف الجر for. This beast is a plant which lives in the sea طبعا بيعيش في البحر طبعا اللي هو sea grass اللي هو العشب البحري. Suddenly all the cats ran away. They طبعا جيروم يبقى they disappeared يعني اختفوا. They disappeared يعني اختفوا. Most butterflies have many colors. They are colorful يعني زاهية الألوان. طبعا butterflies
اللي هي الفراشات. Mom always tells me not to forget my homework. ما انساش واجبي. She spares me. She reminds me. يعني بتذكرني. She reminds. يذكر شخصا ولكن يتذكر من تلقاء نفسه. Remember. She writes a funny sentence at the end of the email. I like her funny. I like her funny conclusion. يعني الخاتمة المرحة أو الممتعة. بالنسبة لي عندنا study vocab. synonym naturally يعني بشكل طبيعي، بتساوي normally يعني طبيعي، unnaturally غير طبيعي، attractive يعني جذاب، beautiful unattractive يعني غير جذاب، ugly قبيح، colorful يعني زي الألوان، bright ساطع، plain شاحب أو pale يعني شاحب، safe آمن، protected يعني آمن، dangerous خطير، endangered يعني معرض للخطر، begin يبدأ، start finish ينتهي، suitable يعني مناسب أو ملائم، suitable convenient يعني مناسب، unsuitable يعني غير مناسب، unsuitable أو غير ملائم. بالنسبة للprefix طبعا بنضيف this للverb، بنجيب الopposite العكس، appear disappear يعني يظهر يختفي، re again reuse يعني مرة أخرى، use تحول الاسم أو الصفة إلى اسم، أو الاسم لصفة عندنا danger هتبقى dangerous، يبقى ده حول danger الاسم إلى adjective، ال ly بتحول الصفة إلى adverb زي quick quickly، ال ly healthy healthy بتحول الاسم لصفة healthy healthy، wind windy يعني رياح، وعاصف بالرياح، ال ive بتحول الفعل إلى صفة زي attract attractive جذاب يجذب attract attractive، speak إلى speaker يبقى الفعل الاسم، care careful الاسم إلى صفة care الرعاية، careful يعني حريص. We can form the opposite of the verb attractive but unattractive. Unattractive يعني غير جذاب. The suffix is basically changing the verb attract into طبعا هنا attractive يبقى suffix ive. We add the suffix بنضيف اللاحقة to change the danger into adjective danger dangerous. Dangerous يعني خطير. The word protected is the same as the word طبعا protected بتسويها safe يعني آمن protected safe. The antonym of the word begin is الانتونم أو المقابل لها antonym begin عكسها finish ينهي. So make the noun from the word speak speaker يعني متحدث. The synonym of the word suitable المرادف لها convenient يعني ملائم convenient. The prefix un in the word unnaturally gives the space of the word naturally طبعا هنا gives the opposite أو الانتونم يبقى هنا antonym يعني العكس. This jewelry is very attractive يعني جذاب. The synonym المرادف of the word attractive طبعا هنا ايه beautiful يعني جميل. بالنسبة لجزء الخاص بجرامر طبعا اللانجوج أو الجرامر عندنا expressing reasons and contrast يعني التعبير عن الريزن السبب والcontrast التناقض. الدرس بيتكلم عن الريزن contrast. بالنسبة للريزن السبب ممكن عشان نعبر عن السبب شيء بستخدم because معناه لأنه بيجي وراء sentence يعني جملة subject verb أو بتربط ما بين جملتين الجملة اللي بعدها بتعبر عن السبب معناه لأن أو بسبب. هنا جملة فعل وفعل وبعدها برضو بيكون في جملة فعل وفعل. baby fish and sea animals live in sea grass. baby fish and sea animals live in sea grass بتعيش في المنطقة أو الأعشاب البحرية because it's a safe place. it's a safe place يعني مكان أمن. فأنا عندي because هنا جي وراء sentence. برضو this is because برضو بيجي وراء sentence جملة زي because بالضبط بس هنا جملتها ايه منفصلة. يعني ايه جملة منفصلة؟ يعني بحط فلوستوب وببدأ الجملة الجديدة اللي هي الجملة التانية this is because. sea grass helps keep the sea healthy and it can help stop climate change. this is because ولهذا السبب أو هذا بسبب طبعا this is because أو هذا بسبب sea grass absorb tended. يبقى لو جملة منفصلة نقول this is because لكن لو الجملتين ما فيش ما بينهم فاصل يعني الجملة هنا
الأولى والتانية، وبدأ بتكملة بيكوز. هنا عندنا البيس سمول اهي، يبقى بيكمل الجملة الأولى، فطبعا هنا بيكوز. أما this is because حط فلو ستوب للجملة الأولى وبدأ الجملة التانية، يبقى احنا عندنا this is because جملتها منفصلة. That's why لهذا السبب، that's why لهذا السبب، برضو بتعبر عن النتيجة، لذلك أو لهذا السبب، لذلك أو لهذا السبب. بيجي قبلها برضو جملة وبعدها جملة، وبرضو جملتها منفصلة، جملتها منفصلة. See grass absorbs carbon dioxide 35 times faster than forest rainforests. That's why ولهذا السبب sea grass can help stop climate change. يعني بتوقف اللي هو climate change أو بتمنع climate change اللي هو تغير المناخ. بالنسبة للتناقض الكونتراست عندنا في however. however يعني ومع ذلك. however طبعا هنا فعل وفعل، وhowever عندنا جي وراها السبجكت والفيرب. طبعا however يعني ومع ذلك. however برضو جملتها منفصلة. لو جينا نشوف عندنا اللي جملتهم منفصلة، that's why، that's why و this is because، وعندنا however، يعني جملتها منفصلة، يعني بنفس بنحط فلو ستوب وننهي الجملة الأولى ونبدأ الجملة الثانية بhowever. وبتعبر عن التناقض، يعني ايه حاجة غير متوقع، يعني المفروض يعني تناقض يعني العكس. about 90% of all sea grass يعني حوالي 90% من السي جراس has disappeared اختفت from the UK's coast in the last 100 years. however ومع ذلك there is an environmental project يعني مشروع بيئي in the UK that is growing new grass لزراعة new grass يعني عشب بحري جديد. بالنسبة ل nevertheless they however برضو جملتها منفصلة ومعناها ومع ذلك. جملة فعل وفاق وكلهم بيتبعوا بجمل. كل الروابط اللي معانا النهاردة بيجي وراهم sentence وقبلهم sentence، يعني جملة فعل وفعل وبرضو بعدها فعل وفعل. the plants will start be quiet. The plants will still be quiet. The plants will still be quiet. Small. Nevertheless. ومع ذلك. They will grow into 20,000 square meters of grass. The plants will still be quiet. Small. يعني ما زالت صغيرة. ومع ذلك إن هم بيزرعوا منها إيه؟ حوالي 20,000 مربع للعشب البحري. تعالوا مع بعض كده نشوف. Wetlands are important for the environment. النبات الراتب are important يعني مهم for the environment. that's why we are losing a lot of it every year. طبعا هنا that's why لا ده في تناقض، يبقى ايه however. however يعني ومع ذلك، لكن that's why بتعبر عن السبب، فانا هنا however. however يعني ومع ذلك. having more floods يعني عندنا فيضانات كتيرة. why a lot of the world's ice is melting. ليه world's ice is melting؟ طبعا هنا this is because. this يعني having more يعني فيضانات كتيرة. this is because a lot of world's ice is melting، لأن أو بسبب اللي هو طبعا هو عملها جملة منفصلة، يبقى نقول ايه طبعا that's why. that's why هنا why ولا this is because. طبعا this is because. ولهذا السبب a lot of the world's ice is melting. deserts can be very dangerous habitats. طبعا هنا deserts اللي هي الصحاري can be dangerous habitats. space hundreds of turtles of tourists like to visit them. طبعا desert can be very dangerous habitats يعني بيئات خطرة، ومع ذلك مئات من السياح بيزوروها. مع ذلك يعني بقى وجملتها منفصلة. ممكن اقول nevertheless او however. لو كتبنا هنا مثلا nevertheless أو however الاثنين صح. A large amount of seagrass has disappeared يعني كمية ضخمة من السيجراس اختفت. that's why there is an environmental project to grow new grass. طبعا that's why يعني لهذا السبب. there is a lot of طبعا هنا that's why هي مكتوبة عندنا. A large amount of seagrass has disappeared اختفت. that's why لهذا السبب. there is an environmental project to grow new. طبعا ممكن نقول هنا because the. طبعا هي جملة صح. a large amount of seagrass has disappeared هي that's why صح. ممكن نقول that's why بس تبقى حروفها capital. نبدأ بجملة منفصلة. that's why that's why there is an environment. لذلك في مشروع لزراعة seagrass.
أو جديد. Sally can't speak well, so she has a severe sore throat. Sally can't speak well, مش بتعرف تتكلم جيدا. Because she has, طبعا هنا because يعني لأن عندها. علي is quite poor, علي إلى حد ما poor, فقير. Because he has expensive clothes, because لأن عنده. طبعا هنا however he has expensive clothes. طبعا هنا however ممكن أقول however يعني ومع ذلك هو عنده ملابس غالية. طبعا هنا however. طبعا لو كتبنا however ما بين جملتين ولكن نكتبها جملة منفصلة however he has. Nanny is successful, that's why she studies hard. Nanny is successful because she studies, because لأن هي بتذاكر بجد. Because Fadi, Halmi is angry, that's because he doesn't speak to us. Halmi is angry, حلم غاضب. However he doesn't speak, برغم من ذلك he doesn't speak to us. ولا that's because, لا ممكن نقول this is because, this is because يعني لأنه مش بيتكلم معانا. أو that's why, لذلك he doesn't speak. يبقى that's why. طبعا هنا that's why. Fadi has come second in the competition because he is sad. طبعا هنا that's why he is sad. طبعا هنا because he is sad, لذلك هو sad. لا that's why he is sad. هنا Fadi has come second. Fadi has come second. That's why he is sad. That's why. Dahlia got the job. That's why she had done well in the interview. Because, طبعا because she had done well. The competition was tough, so our team did well in all matches. Because, بس هنا حطيت لي في كومة. The competition was tough. المسابقة كانت شديدة أو يعني صعبة. So our team, لذلك فريقنا أدى أداء جيد. However يعني ومع ذلك. However. رحمة has got high marks because she is smiling, بتبتسم. طبعا هنا because ولا that's why. طبعا that's why يعني لذلك هي بتبتسم. That's why رحمة is smiling. She has got high marks because she has got. طبعا هنا because لأنها بتعبر عن النتيجة. بسمة didn't train well because باسم didn't train well because he won the game. طبعا هنا however يعني ما تدربش كويس. However however يعني ومع ذلك. أو ممكن أقول however أو never less. Never less. Never أو however الاثنين صح. Never. Lynn stopped crying, that's why her mom had fed her. طبعا Lynn stopped crying, that's why that's why لأن مامتها stopped. طبعا هنا her mom had fed her. Lynn stopped crying because her mom, because لأن مامتها. حليم sang well, however all people in Egypt liked his songs because that's why all people. حليم طبعا هنا يبقى that's why. The test was difficult, الامتحان كان صعب. All students failed because so أو that's why برضو. That's why all students failed. يبقى هنا that's why, لذلك كل الأولاد. Failed يعني رصبت. أيمن doesn't like مصطفى, however he always tells lies. أيمن doesn't like مصطفى, أيمن ما بيحبش مصطفى, however he always tells lies. طبعا هنا doesn't, أيمن doesn't like مصطفى, أيمن مش بيحب مصطفى. Because he tells lies, لأنه بيقول أو بيكذب. Because مو صلاح player well for Liverpool because he doesn't play well for the national team of Egypt. لأنه طبعا هنا because. طبعا مو صلاح يبقى هنا مو صلاح plays well for Liverpool, that's why he doesn't play, بالرغم ان هو doesn't play well for the national team in Egypt, بالرغم ان هو يبقى طبعا هنا that's why, لذلك. أو طبعا هنا however بالرغم من أو never less. However بالرغم إن هو ملعبش كويس لفريقه القومي. However عندنا movie stars are usually rich, يعني نجوم السينما أو are usually دايما أو عادة ما يكونوا أغنياء. That's why they don't enjoy their, طبعا هنا they don't ما بيستمتعوش بحياتهم. طبعا هنا however أو never less. Never less ويعني ومع ذلك. Never less ومع ذلك هم مش بي
ومع ذلك هم مش بيتمتعوا بحياتهم الشخصية. بالنسبة للأسئلة اللي عندنا على lesson 5 and 6 finish the following dialogue، هنكمل الحوار التالي. finish the following dialogue. نرمين is phoning رحمة to apologize for not coming to her birthday party yesterday. hello رحمة، happy birthday to you. اتلاه hello نرمين is base، طبعا هنا بتقول لها happy birthday، تقول لها ايه thanks I'm sorry I couldn't come to your birthday space because my father was ill and we took him to the doctor. what about what bad news is base، يعني ما لا يلا من اخبار سيئة. he has a fever and he is coughing. I'm sorry to hear that. However, how is he now? Is Beth? Thank you. طبعا هي number one. Happy birthday to you. أتلاه hello نرمين. Thanks أو thank you. ممكن تقول لها thanks أو thank you. I'm sorry I couldn't come to your birthday party. ممكن تقول لها why. يعني ليه why. أو why you don't come. Why or why don't you come. ممكن أقول why أو why don't you come. Because my father was ill. What bad news is base he has a fever. You are what's the matter or what's wrong يعني ماله. What's wrong or what's the matter. ممكن اقول what's wrong or what's the matter. He has fever. I'm sorry to hear that. How is he now. Fine. Oh he is getting better. He is getting better. He is getting better. يعني هو بيتحسن. اتلاقي ايه thank you. اتلاقي ايه you are welcome. أو I hope he will be better soon. I hope he will be better or well soon. I hope he will be well soon. يعني أتمنى إن هو be well soon. يعني كويس. I read and complete the text with words from the following list. Ride, turn, save, well, wood, pollution. People should be careful at their homes. They should space energy. طبعا they should save energy. يعني وفروا الطاقة. They should space of. طبعا هنا turn of. يعني يطفئهم. Their devices. الأجهزة. And lamps after using them instead of taking a bus they can ride bikes. يركبوا الدراجات. ride bikes. and this is base make and this would and this وده هيجعل this will مستقبل will. choose the correct answer from A B C or D. number one the new dresses are all colorful. the antonym of the word colorful. طبعا colorful الانتونيم العكس منها plain. plain يعني سادة. A space is one of the very large areas of sea on the earth. طبعا هنا the sea. Sea طبعا ocean أكبر شيء على في المياه. طبعا المحيط. We add the prefix space before the use of use. طبعا هنا to means use something again. استخدام again يبقى re. معناها again. space is a plant which lives in the sea. طبعا sea grass اللي هو النبات العشبي. we add the suffix space to give the adjective of wind windy. يبقى بنضيف مين الواي فقط. wind windy. they start the concert with my favorite song. the synonym of the start. مرادف start طبعا begin. complete the sentences using the words in brackets. she won't waiting. طبعا she won't wait. ليه؟ لأن عندنا مصدر الفعل will wait. ف won't wait. make دي طبعا avoid ing. making avoid من أشهر الأفعال. ing making. she enjoys طبعا هنا ing scoring. ing also scoring. decided طبعا to المصدر. decide to join. stop the smoke طبعا هنا نكمل الجملة. أشرف stop the smoke last month to keep health. طبعا هنا smoking توقف عن التدخين نهائي. يبقى smoking يعني ما عادش بيعمل. لكن لو هيتوقف لكي يدخن ing. to plus infinitive لو فيها هيتوقف ليفعل شيء. بعد كده write a review of 110 words on a review about how to stop pollution. كيف نوقف التلوث. طبعا الباراجراف ده موجود عندنا على القناة. ياريت نذكره عشان يعتبر من أهم باراجرافز المنهج. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم مع تمنية الجميع بالتفوق والنجاح.